فضيلة الشيخ حسن الله إليك، هل الطهارة في الطواف شرط؟ نعم، جمهور العلماء على أن الطهارة شرط في الطواف، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف ببيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ليست بشرط، وأنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يطوف وطوافه صحيح، واستدل لذلك بأدلة قوية، من راجعها تبين له أنه الحق. وحديث الطواف بالبيت صلاة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هو موقوف على ابن عباس، وأراد ابن عباس والله أعلم أراد أنه يعني له حكم الصلاة في كون الإنسان يخشى فيه ويذكر الله وما أشبه ذلك، لأن قوله إلا أن الله أباح به الكلام ما ينطبق. فالطواف يجوز فيه الكلام، ويجوز فيه الأكل والشرب، ويجوز فيه السرعة وعدم السرعة، ولا يشترط فيه استقبال القبلة، بل لو استقبل الكعبة ما صح طواف، وليس به قراءة فاتح ولا تكبيرة إحرام ولا سلام. فكلام شيخ الإسلام في هذا أقرب للصواب، ولكن مع ذلك لا نقول للإنسان إن طوافه بوضوء وبغير وضوء سواء، بل بالوضوء أفضل بلا شك. إنما أحيانا يحدث مع الزحمات الشديدة أن الإنسان يحدث، إما بغازات وإلا بانطلاق بول أو ما أشبه ذلك، فهنا لا يستطيع الإنسان أن يلزم عباد الله فيقول له اذهب وتوضأ وأعد الطواف في هذه الزحمات الشديدة. متى يجد ماء يتوضأ به؟ المواضع كلها مملوءة. ثم إذا توضأ ورجع هل يؤمن أن لا يحدث؟ أسألك، لا يؤمن، يمكن يحدث مرة ثانية. فإذا قلنا بطل وضوءك اذهب وتوضأ، وذهب متى يجد مكان يتوضأ به، فإذا توضأ وعاد ما يؤمن أن يحدث مرة ثالثة، وهل مجرد فإيجاب شيء لم يتبين في الكتاب والسنة أنه واجب لا سيما مع مشقة التحرز منه فيه نظر. نعم.